السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى لكم بالف خير. حنا مازالين متبعين في السلسله ديال لي ترانسفير. اليوم غادي نشوفوا الترانسفير دونتيل اللي هو كيجي على هذا الشكل هكايا. دونك كاين فيه بزاف ديال الزواق. هذيك المره شفنا لو ترانسفير وهذه الزواقه اللي كنا خدمنا بها فوق هذيك الطبيله ديال السعود. اليوم غادي نخدموا الترانسفير دونتيل، يعني كاين الفرق بيناتهم. اليوم غادي نخدموه فوق الزاج فالتبصيل، انا ديجا دايره له لي في ميغوار. دونك غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو الناس اللي ما عارفينش. دونك كناخذوا تبصيل ترونسبارون كنرشوا عليه بلي في ميغوار من الظهر ديالو ونخليه حتى كينشف، ومن بعد هذا كنديروا عليه الفيرني باش كيحافظ عليه من اللور وما يتقلعش لينا. انا غادي نكمل على هذا التبصيل هذا حيت ممكن نجمعوا شحال من تقنيه في بروجي واحد. دونك هنايا غادي ناخذ هاد ترونسفير دونتيل. انايا اختاريت هاد الرشمه هادي، هو فيه بزاف ديال الرشامي بصراحه. فيه هاد بابيون اللي كيف تشوفوا هنايا، فيه هاد الزواقه هادي. دونك هي ان لارج دو شوا في لي موديل. غادي نجبد الرشمه، ومن الاحسن هنايا نقطع هذيك لا بوند اللي كاينه، ونحاول يعني نقطع هذاك الشيط بزاف ديال القاغيط، نقص منه ما نخليهش كثير. دائما نمسحوا لو سيبور ديالنا قبل ما نبداو فيه الخدمه. بالنسبه للزاج كنمسحوه بالخل، انا ديجا ماسحاه هنايا. وناخذ الزواقه ديالتي نحطها في الوسط ديال الطبسيل ولا في الجنب على حسب كل واحد. ناخذ طويصه ندير فيها الماء والبونجه ديالتنا. دونك نبدا كنفزق في القاعد، ولكن قبل ما نفزق القاعد نتاكد بانني انا حاطه هذاك الرشيمه، فاني حاطاها في الوسط ولا في البلاصه اللي انا بغيت نديرها. صافي ونبدا نفزق هذاك القاعد ديالي كامله، يعني نفزقو مزيان ونتابع على انني نمشي مع هذوك. الا شفتو التبصيل اني با بلا، دونك خصني نتبع هذيك الطويه ديالته ولا هذوك الحروف بجوج اللي في الجنابات، نتبع عليهم بالبونجا باش الرشمه تلصق ليا فيه مزيان. دونك غادي نكمل بنفس الطريقه التبصيل كامل، وما فيها باس الى وراكت بيديا هكايا باش نعاون هذيك الرشمه على انها تشبر ليا في هذيك الطويه ديال التبصيل. اين فوا كنحس بان القاغيط صافي راه هو يفزق، كنبدا كنجر هذاك القاغيط، ولكن نحاول نجرو غير بشويه بلا ما نجر الرشمه لتحت. والا تهزات هكا من شي قنت ماشي مشكل، دونك مازال الرشمه مازال ما نشفاتش، راه بامكاني نعاود نصلحها ونعاود ثاني نقادها مزيان. دونك هنايا حيت تكون كانت الطبسيل ولا شي حاجه بلا يعني غتجي ساهله الخدمه ديالتها. مي دابا هنا شويه كاين هذاك المشكل في هذيك التعويجه، نحاول هنايا ثاني نحيد ليكسي ديال الماء اللي غادي يبقى ونشف الرشمه باش تقبط مزيان، وصافي ونجر القاغيط ديالي حتى الاخر. نطوي هنايا القاغيط ونبدا كنحيد هذاك ليكسي، الا بقى شي اكسي ديال الماء نحاول نحيدو، ما حتى نحيدو غير بالعقل. هنايا الا شفتو تعوجات ليا مي سي با غاف، نهزها هكايا بصبعي ونتبعها على هذيك الطويه ونقادها، ما كاين حتى شي مشكل. هنايا الشريط ديال الماء نحيدوه بان مشواغ، ولكن جست طابوطي بلا ما نجرو، بقاو هكايا اون طابوط، وحنا كنحيدو هذاك ليكسي ديال الماء وكنشفو الرشمه ديالنا. التفصيل ديالنا مني كملناه ونشف، ممكن نحطو على ان سيبور ونخليوه ديكوراتيف. ولا بغينا نزيدو شي اضافات وحدين اخرين راه ممكن نزيدوها، نديرو دي بيرل فهاد الدائره هنايا، ممكن بلو سيرين هكايا 3 دي ديال دوغا، كاين فيه بزاف ديال الالوان، نديرو بزاف ديال الاضافات. دونك هذا غنحطوه دو كوتي ونوريكم ان اوتر سيبور اللي غادي نخدمو عليه. غادي نخدمو على هاد الميده الصغيره. انا اختاريت هاد الرشمه هادي، في الاصل كانت كبيره وشديتها وقطعت منها هادوك الوريضات الصغارين هما اللي حاجت بهم، والوسطانيه خديتها وخدمتها على هاد الشمعه هادي كيف تشوفوا هكايا. دونك الترانسفير غادي نخدموه على الشمع
ونخدموه على الزاج ونخدموه حتى على العود. يعني في ترانسفير واحد نقدروا نخدموه على بزاف ديال لي سيبور. كيف قلت لكم غادي نقطع هاد ترانسفير على ثلاثة. انا حاشي دابا غير بهذوك الوريضات الصغارين، وما نساوش نزودوا ديما هذيك الباندا ما عندنا ما غادي نديروا بها. نتاكد بانني حطيت الزواقه ديالتي في السونتر، وبنفس الطريقه نفزك البونجا ونبقى ندوزها على هذاك الكاغيط ديالي. سواء بطريقه دائريه هي من الاحسن، نشبر الكاغيط باش ما يتزبقش ليا، ونبقى تنفزقو بالماء حتى نحس به بانه صافي راه هويا خدا، يعني راه تشبع بالماء. وديك الساعه نبدا كنزول الكاغيط شويه بشويه. دونك الطريقه ديال ترانسفير دونتيل راه ولات تنظن ولات باينه وسهله، كلشي ممكن يجربها. نحاولوا فقط ملي نبغيو نزولوا هذاك الكاغيط نحاول نحيدوه غير بشويه هكا، ومعليش الا تهز لينا طونك مازال ما نشفش راه ممكن نعاودوا نصلحوا. كيف انا هنا تهز ليا شويه، ولكن معليش انا غادي نعاود نرجعوا لبلاصتو ونحيد داك ليكسي ديال الماء اللي تيبقى، ونشف بان طورشون ولا هكايا بابي سيرفييت، ونشف هذاك ليكسي ديال الماء ما نخليهش فيه. دونك فهاد الميده الصغيره انايا اختاريت ندير ليها غير 4 ديال الرشيمات صغارين، ما كاينلاش نكثر عليها، ولكن كيبقى مساله ديال الذوق كل واحد واشنو اللي بغى يدير. دونك باش نغلبوا على ترانسفير دونتيل نبداو برشيمات صغارين هكايا تطلق يدينا فيهم، وديك الساعه من بعد ندوزو نجربوا في رشامي كبارين. دونك ديك الساعه يدينا كتولي سهله على انها تخدم اي شكل ديال ترانسفير كما كان. بنفس الكاغيط اللي كنحيدو نطويه ونحيد هذاك ليكسي ديال الماء. هذه المساله ضروريه خاصكم ديروها ديما، تحيدوا ليكسي ديال الماء، ولكن تحيدوه بطريقه غير بشويه، ماشي زعما تبقاو تجروا بزاف باش ما تقلعوش هذاك لو ترانسفير ديالكم. وعاد ندوزو نحيدو الماء بان طورشون. دونك هنايا غادي غير سونتري الزواقات اللي بغيت ندير. كيف قلت لكم غادي ندير غير 4، دونك بغيتهم يجيو مقابلين مع بعضياتهم باش ما تكونش وحده قريبه من جهه قرابين ومن جهه غادي يكون اتساع بيناتهم. هنا ردوا البال ديما نعودوا نشدوا باليدينا هذاك لو بابي باش ما تعوج ليناش الرشمه. الميده ديالتنا ها هي كملناها. ممكن هنايا هاد الجيلات هادو نصبغوهم الكحل بوغ افواغ لا كولور ديال هذاك لو ترانسفير اللي درنا. ممكن بهاد لو سير نديرو نقيطات في الوسط تمايا. ممكن ناخذو دوك العقيقات الكبارين ونجيبوهم نديروهم الوسط ما بين الرشمه والرشمه. انا بغيت نخليها هكا يا سامبل. ميم في الوسط ممكن نديرو ان بوشوار ونديرو شي زواقه بالصباغه، وممكن من نفس لو ترانسفير نقطع هذيك الزواقه الاخرى ونجيو ونديرها في الوسط. دونك كاين بزاف ديال الاختيارات. دابا هاد البوشوار هو باش خدمت، وهنايا ناخذ منه 6 ديال الرشمات اللي نقدر نخدم اللي نخرج منه، يعني 6 ديال لي بروجي اللي نقدر نخدم من ان سول ترانسفير. افكاري نهار اليوم هما هادو، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وانا كنضرب لكم موعد في افكار جديده وفي فيديو اخر ان شاء الله. مني لكم انا يا حفظ الشيخ الف تحيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.